بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة الأولى من محاضرات الألتيوم. هنبدأ مع بعض النهاردة نتعرف على كيفية عمل إنستول للألتيوم. المفروض إن هيكون عند حضرتك فولدرين، الفولدر الأول هو البرنامج، الفولدر الثاني هو اللايبرري. بالنسبة للبرنامج طبعا لو كان عندك الملفين دول في صورة مضغوطة، هبدأ ان انا اروح اعمل اكستراكت الملفات ديت علشان خاطر تظهر في صورة فولدر. دبل كليك على البرنامج نفسه، اكيد هيكون عندي الملف اللي هو .exe، ملف setup executable file. دبل كليك عليه وبعد كده يس. كل اللي هعمله هقوله next وبعد كده accept، وطبعا اللغة هتكون English وقوله next. هسيب كل حاجة زي ما هي by default، مش هغير في اي حاجة خالص، وهقوله next. طبعا ممكن حد لو حب يعني يعمل اضافة لل FPGA مش مشكلة، مش هحتاجها دلوقتي، فهقوله next. by default هخلي ال destination folder زي ما هو، يعني مش هغير في المكان بتاع عمل الانستليشن، واقول له نيكست وبعد كده نيكست، وانتظر لحد لما يخلص خالص. بعد لما يخلص عمليه الانستول انا عندي ملفين مهمين جدا، عندي ملف لايسنس وعندي ملف الكراك. الملفين دول او الفولدرين دول مهمين جدا جدا. الفولدر الاول اللي هو الكراك هيكون عندي الملف اللي هو هيشغل البرنامج، طبعا هيكون .exe executable file. هكون في البدايه حريص جدا ان انا ما اشغلش البرنامج بعد لما اخلص انستول. ليه؟ لان هاجي كده هاخد كوبي من الملف دوت اللي هو executable file ده، هاخد منه كوبي وبعد كده هروح اعمل بيست في مسار معين. بعد لما بخلص خالص بفتح البرنامج فهيقول لي اللايسنز مش موجوده، فانا هنا موجود عندي حوالي تقريبا 10 لايسنز. هبدا اشغل اللايسنز العشرة دول، هبدا اشغلهم واحد ورا التاني لحد لما يكون كل حاجه اكتيفيتد. هعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا بعد لما اخلص عمليه انستول نبدا ان شاء الله نكمل موضوع الكراك واللايسنز. الخطوات اللي احنا هنعملها مهمه جدا، بس اهم حاجه بعد لما تخلص عمليه الانستول اوعى تعمل ران للبرنامج، ما تعملش ران للبرنامج على طول، لازم تنتظر الحركه بتاعه الكراك الاول. يبقى مش هعمل ران وبعد كده اشغل الكراك بتاعي، بعد كده اشغل اللايسنس بتاعتي علشان خاطر كل الاوبشنز عندي تكون اكتيفيتد. انا هوقف الفيديو دلوقتي وبعد كده ان شاء الله نكمل بعد لما يعمل انستول. طيب احنا الحمد لله لحد الان وصلنا لنهايه الانستليشن بتاع الالتيوم. اول حاجه هنعملها، انا عندي هنا اوبشن او عندي هنا تشيك على لانش التيوم ديزاينر، لازم اشيلها. الخطوه دي مهمه جدا لانك انت لو قلت له فينش وانت عامل التشيك على التشيك بوكس ديت لانش التيوم ديزاينر هيشغل لك البرنامج. واحنا اتفقنا في حاجه مهمه جدا، ما تشغلش البرنامج قبل ما تروح تحط الكراك. هقول له فينش وطبعا اتاكد ان هنا مفيش تشيك. بعد لما بقول له فينش البرنامج اكيد مش هيشتغل معايا. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ زي ما اتفقنا هروح على البرنامج اهو. انا عندي هنا فولدرين مهمين جدا، الكراك واللايسنس. هروح اول حاجه، اول خطوه هعملها بعد عمليه الانستليشن هروح على الكراك وهاخد الملف ده كده كوبي، مش هشغله ولكن هاخد منه كوبي، وبعد كده اروح على ستارت على كمبيوتر، ومن الكمبيوتر اروح على السي. عندي هنا بروجرام فايلز x86، هدور على الالتيوم. ادي الالتيوم هو اول اختيار بالنسبه لي او اول فولدر بالنسبه لي، AD14. هيكون عندي نفس الملف اسمه dxp.exe executable file. طبعا كل اللي هعمله لو انا هقول له عايز كليك يمين واقول له بيست فيقول لي الملف ده موجود بالفعل، اكيد هروح اعمل اوفر رايت عليه. اوفر رايت بمعنى ايه؟ هكوبي اند ريبليس. يبقى الملف اللي انا بعمل له بيست ده هيحل محل الملف الموجود بالفعل. بيقول لي متاكد؟ اقول له ايوه كونتينيو.
يبقى انا كده اقدر اشغل البرنامج بتاعي. تمام، اروح اشغل البرنامج بتاعي من هنا عادي جدا dxp.exe، هيشتغل معايا برنامج الالتيا. طبعا اي حاجه يقول لي عايزك تعمل الاو، اقول له ماشي اعمل الاو اكسس، مفيش اي مشكله خالص، هيبدا البرنامج يشتغل معايا. طبعا الاصدار المتاح معايا دلوقتي هو الاصدار، دي رساله عاديه جدا مفيش مشكله، هو الاصدار 14. في خطوة مهمة جدا لازم اعملها، هقفل بس ده. في عندي هنا هتلاقوا بعض الاختيارات مش اكتيفيتد، بعض الاوبشنز هنا عندي مش اكتيفيتد، مش متفعلة. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ يعني مثلا هنا هتلاقوا في بعض الحاجات مش شغالة معايا، علشان خاطر تشتغل معايا اول حاجة لازم اعملها لازم اروح اعمل اد ستاند الون لايسنس فايل. يبقى هتلاقي بعض الاختيارات هنا طبعا بيقول لك اللايسنس مش ايه، مش شغاله او مش افيلبل بالنسبه لي او مش موجوده بمعنى صح، ده مش لايسنس. فاروح اقول له اد ستاند الون لايسنس فايل، واحدد المكان بتاعي. المكان بتاعي اللي انا كنت حاطط فيه الملفات الاصليه بتاعتي موجود على الاف، تمام، داخل بروجرامز عندي هنا التيم ديزاينر، بعد كده الكراك، اسف، بعد كده اللايسنس، هختار اول واحد. يبقى ابدا اشتغل على واحد واحد، ادي اول ملف بالنسبه لي اهو رقم واحد اهو، اقول له اوبن، شغل لي اول لايسنس، هقول له اد ستاند الون تاني، واقول له عايز التاني، واقول له اوبن، شغل لي التاني. زي ما انتم شايفين هو بيجيب لي ان هو فاليد لحد 9 ديسمبر 2025. هعمل الكلام ده 10 مرات، هقول له اد ستاند الون لايسنس فايل، هعمل الكلام ده طبعا هو لو نسي الباس هروح عادي على الباس مش مشكله خالص، هقول له عايز الاف بروجرامز، البرنامج بتاعي الفولدر اللي فيه البرنامج التيم ديزاينر الاصدار ال 14، بعد كده هقول له عايز اللايسنس، عايز الملف الثالث، تمام كده ضف 3. زي ما اتفقنا نعمل الكلام ده لحد 10 مرات، ادي الرابع، وبعد كده اد ستاند الون، لايسنس، احنا كده معانا كام لايسنس؟ معانا كده 4، هقول له عايز الخامس، واقول له اوبن، يبقى انا كده معايا 5، هقول له اد ستاند الون وعايز 6، اد ستاند الون 7، هضيفهم كلهم لحد اخر حاجه اللي هو رقم 10، بروجرام فايلز الفولدر بتاع الالتيم ديزاينر، وبعد كده اللايسنس، احنا خلصنا 5، هقول له 6، اد ستاند الون لايسنس فايل، هقول له بعد كده 7. معلش هي المساله متعبه شويه، ولكن لازم تعمل الكلام ده علشان خاطر يكون كل الاوبشنز بالنسبه لك وانت شغال، تكون كل الاوبشنز متاحه بالنسبه لك ويعني اكتيفيتد فعاله. بروجرامز التيم ديزاينر، عايز اللايسنس، احنا خدنا 7 ناخد 8. المهم ما تنساش ولا واحد فيهم. طبعا تقدر تعمل اد ستاند الون في اي وقت، ولكن الافضل تعمل الكلام ده من البدايه. 8 كده خلصناها. تسعة، فاضل اخر حاجة عندي اللي هو رقم 10. يبقى انا كده خلاص خلصت اللايسنس بتاعتي كاملة. كل اللي هعمله هقفل البرنامج واروح اشغله عادي تاني جدا، مفيش اي مشكلة خالص، هيشتغل معايا بدون اي مشاكل على الاطلاق. كده انا جاهز كده ان انا اشغل البرنامج بتاعي، البرنامج بتاعي ما فيهوش اي مشاكل كده، وعملت له اللايسنس بتاعتي كده، هو لايسنس ما فيهوش اي حاجه خالص. الخطوه المهمه اللي هي الخطوه اللي جايه، هنروح بس نحضر مجموعه اللايبرري اللي احنا هنروح يعني ندخلها او نعملها اد على الجهاز بتاعنا. هحضر اللايبرري وبعد كده هشتغل معاكم، هقول لكم اللايبرري تعملوا فيها ايه. طيب تمام، بعد لما جهزت الالتيم لايبرري كل اللي هعمله
ان انا هفتح الفولدر ده. طبعا ان احنا عندنا ملفين في الاصل وملفين مضغوطين، ملف البرنامج نفسه اللي هو التيم ديزاينر ده ملف مضغوط، وطبعا بعد لما اعمل له اكستراكت هيطلع لي الفولدر ده، والملف بتاع اللايبرري بعد لما اروح اعمل له فك للضغط هيطلع لي الفولدر بتاع اللايبرري. هفتح الفولدر بتاع اللايبرري، كل اللي هعمله هقول له كنترول مع حرف الاي علشان خاطر يعمل لي سيلكت اول على كل الملفات، كليك يمين واقول له عايز اعمل كوبي لللايبرري دي، وبعد كده خلاص اقفل الشاشه دي مش عايزها. اروح افتح قائمه ستارت واقول له عايز دوكيمنتس، داخل الدوكيمنتس الاقي عندي فولدر اسمه التيم، عندي هنا داخل التيم فولدر اسمه اي دي اللي هو التيم ديزاينر 14، عندي فولدر اسمه لايبرري. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، هتقف طبعا في اي حته فاضيه وتقول له كليك يمين وتقول له بيست. النقطه المهمه جدا او الملحوظه المهمه جدا انك انت عندك لايبرري خاصه بالبرنامج وفي لايبرري ثانيه هيتم اضافتها حالا. المفروض يكون عندك الاثنين، اللايبرري بتاعت البرنامج واللايبرري الجديده اللي مع حضرتك دلوقتي. فعلشان خاطر وانت بتشتغل هيقول لك ان فعلا اللايبرري دي موجوده بالفعل، ما تقولوش عايز اعمل لها ريبليس، لا انا عايز الاثنين مع بعض، يبقى احتفظ بالاثنين مع بعض. يبقى خلي بالك وانت بتعمل كوبي وبست هيطلع لك رساله ويقول لك اللايبرري دي موجوده بالفعل، انت عايز تعمل ريبليس، قول له لا مش عايز اعمل ريبليس، انا عايز الاثنين مع بعض. للامانه العلميه البرنامج دوت، برنامج الالتيم الاصدار ال 14 واللايبرري الخاصه بيه، هي خاصة بالمهندس عبد الله السيد. يا ريت الناس اللي عايزة توصل الملفات ديت أو عايزة إنها يعني يكون عندها كوبي من البرنامج وكوبي من اللايبرري، اللايبرري دي مش خاصة بيا علشان خاطر الأمانة العلمية، هي خاصة بالمهندس محمد بالمهندس عبد الله السيد. يا ريت الناس تتواصل معاه من خلال الفيسبوك وتحصل على الملفات دي طبعا بعد موافقته. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.